تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بيتوكورت التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بورقلاع بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلاع في عملية نوعية تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الرابعة من إحباط عملية تهريب 298,348 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغرام. كما تم حجز وسيلتي نقل استعملتا في التهريب تمثلتا في سيارة سياحية وأخرى رباعية الدفع، وإحالة الموقوفين على الجهات القضائية المختصة